حياتي غير الإيماني وأخلاق. بسكم الله عز وجل ثوب العافية والصحة إن شاء الله. أحبة المشاهدين، معنا أحد الإخوة هنا يتبرع بالدم بشكل دوري، فعرفنا بنفسك أخي العزيز. أنا اسمي وهبي القباطي. أنا حاصل على البكالوريوس في مجال المختبرات الطبية، وأتبرع بالدم كل 6 أشهر. طيب أخي العزيز، ما فائدة التبرع بالدم؟ التبرع بالدم له فوائد كثيرة، كما أنه أيضا يعتبر واجب ديني وأخلاقي، امتثالا لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. فأنت عندما تتبرع بالدم تنقذ حياة إنسان، كما أن التبرع بالدم له فوائد كثيرة تعود على صحة الإنسان. طيب أخي العزيز، كيف تشعر حين تفرغ أو تنتهي من تبرعك بالدم؟ أشعر بشعور بصراحة لا يوصف. عندما أفرغ من التبرع بالدم أشعر بشعور يعني لا أستطيع أن أصفه، يعني أشعر بسعادة وبسرور. ما سبب هذه السعادة؟ ربما لأني أشعر أنني قدمت شيء إنساني، شيء جميل، يعني كأنني أستشعر أنني أنقذت حياة إنسان في ذلك الوقت. نعم، طبعاً تحصل من الحوادث الكثير، فقد تأتي حالة إلى المستشفى ويكون تكون الحالة في حالة خطر، فإن وجد الدم الدم هذا قد ينقذ حياة هذا الشخص. فحقيقة كما قال الأخ يشعر بالسعادة والارتياح، لأنه يشعر بأن الدم هذا قد يكون أنقذ به حياة شخص آخر. رسالة، كلمة أخيرة تقدمها لكل المشاهدين في الحث عن التبرع بالدم. أنا أوجه رسالة أولاً إلى الجهات الرسمية أن تهتم بموضوع نقل الدم، بالإضافة إلى المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه هنا في اليمن. نتمنى أن يكون هناك مراكز لنقل الدم في جميع المحافظات، وأن يكون نقل الدم شيء مجاني. أيضا نتمنى أن يعني تقريبا سمعنا أن الفحص لما يأتي أحد لكي يأخذ دم الفحص يكون بمبلغ مادي. طبعا عندما يأتي المتبرع بالدم، عفوا طالب الدم إلى المستشفيات الخاصة، أكيد أنه يعني يدفع مقابل فحص هذا الدم. ما رسالتك التي تريد أن توجهها؟ أتمنى أن يكون نقل الدم يعني أو الحصول على الدم شيء يعني مجاني، شيء سهل وسلس ومن دون أي تكلفة. أيضا أدعو جميع الشباب والناس إلى التبرع الدوري بالدم، وهذا يعني شيء أولا واجب أخلاقي وديني، وثانيا يعود بالفائدة على الجسم والعقل ويعود أيضا بالفائدة على المريض نفسه. أيضاً. نعم. نشكر أخونا الغالي على قبوله لاستضافتنا. إحنا معنا تكريم بسيط، ما هو قدرك؟ أنت طبعا قدرك عالي جدا وأعلى من هذا بكثير. أسأل الله عز وجل لك التوفيق والاستمرارية بالتبرع في الدم، وندعو المشاهدين جميعا من اكتملت فيه الشروط التي ذكرناها في البرنامج العملي أن يحرص بقدر مستطاعه بالتبرع بالدم بشكل دوري. كم المدة؟ قلنا 6 أشهر. 6 أشهر. 6 أشهر. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله، ودمتم في صحة وعافية إن شاء الله. نلقاكم في الفقرة القادمة. حياتي غير بإيماني وأخلاقي. هذه هي رسالة من القلب للقلب إلى كل من يمتلك القدرة على التبرع بالدم. قطرة من دمك
هي حياة لغيرك، فكن سببا في إحياء نفس تعاني. فإن كان للصدقة بالمال المنزلة والأجر العظيم، حتى أن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويضاعفها أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرا، لأنه سبب في الحياة وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال. وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبا وإيثارا. تذكر دائما أنك بهذا تغيث ملهوفا أو تفرج به كربة مفروض. حياتي غير بإيماني وأخلاقي. حديث اليوم لا ننسى بأن ندونه في دفتر حياتي غير كالمعتاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نلقاكم في الغد إن شاء الله، ولا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي غير بإيماني وأخلاقي وإحساني، على هدي الهدى ممشي وبسعى طول زماني. حياتي غير بإيماني وأخلاقي وإحساني، على هدي الهدى ممشي وبسعى طول زماني. حياتي غير بإيماني وأخلاقي وإحساني، على هدي الهدى نمشي وبسعى طول زماني. على نهج الهدى الواضح ونوري ضوء قرآني، على نهج الهدى الواضح ونوري ضوء قرآني. أرى صدري بدا مشروح بداية خير يا أخواني، بداية خير يا أخواني. حياتي غير، حياتي غير، حياتي غير. هذا البرنامج برعاية MTN، معك في كل مكان.